النقطة المهمة في هذا الملف الساعات، رجع الساعات يا خطيب. وكانت دايما وابدا دي الجملة اللي بتسمعوها باستمرار في هذا الملف، كل لحظة رجع الساعات رجع الساعات. واعتقد اللجنة لجنة التحيات اللي اشتغلت في الخمس ايام اطلعت على هذا الموقف. تفاصيله ايه؟ بص، تقديري موضوع الساعات ده واثارته وتناوله بهذا الشيء بهذه الصورة هو شيء سخيف. شيء سخيف. خلينا نبدا القصه دي من الاول. هي الساعات دي قصتها ايه وجت ازاي؟ هو في حد طلب من حضرتك ساعه؟ لا. طب كل اعضاء مجلس الاداره خدوا ساعه؟ لا. طب الساعات دي فين؟ في رحلتين. الكابتن محمود الخطيب، السيد العمري، السيد خالد مرتجي، والسيد خالد درندلي. ايوه. رحله منهم كانت لمقابله مستثمرين في الامارات عشان مشروع الاستاد والمدينه الرياضيه. والرحله الثانيه كانت فؤاد انور. في هاتين الرحلتين قدم للاربع شخصيات دول ساعه هديه. نرجع لمساله الساعه الهديه. اولا دي مساله في الخليج او بشكل عام سلوك عادي، ان انا بمنح ضيفي هديه ما تعيبش الضيف. انما تعيب الشخص اللي عاير هذا الضيف او تناول هذا الضيف او حاول تصويرها بصوره سيئه. وفي كل الاحوال او يعني ان انا بعد ما اديك هديه اقول ان انا منيت عليك، دي مساله يعني مش يعني ما تعيبش اللي قابلها، لانك انت ايضا عيب انها تقدم لك هذه الهديه وانت مسؤول مصري من مسؤول سعودي، فكبروتوكول امر عادي وامر طبيعي. لكن هو انا تلقيت هذه الهديه، القانون هنا بيقول ايه ولائحه النادي الاهلي بتقول ايه؟ بتقول ان اي هديه تلقاها مسؤول في النادي تجاوز قيمتها ال 500 جنيه وجب ردها لخزينه النادي. طيب حضرتك ايه اللي حصل؟ بمجرد عودة أعضاء مجلس الإدارة الأربعة تم تسليم هذه الساعات وإيداعها في خزينة النادي. طب الكلام ده دليله إيه؟ دليله إن مكتب المحاسبة وهو بيراجع دفاتر المخازن وخزائن النادي، هذه اللجنة قايلة الكلام ده، هذه الساعات ظهرت في الجرد الدوري للنادي وتفاصيلها موجوده. ولما دخلت خزينه النادي وتم تسليمها للنادي فور عودتهم من هذه الرحله، اصبحت هذه الساعات جزء ممتلكات النادي وبتظهر في كل جرد سنوي كأصول مملوكه للنادي. اللجنه اللي فحصتها طلعت عليها، صورتها بارقامها بتفاصيلها، وثقتها وعرضت هذا التقرير على نيابة الأموال العامة العليا، اللي في النهاية ارتأت أنه لا يوجد شبهة مخالفة في تلقي هذه الساعات أو توريدها أو إيداعها في خزائن النادي، ومن ثم صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية في هذا الأمر.